السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، صباحكم سعيد، جمعة مباركة أتمنها للجميع. نقول كذلك عيد سعيد لمن صام الستة أيام من شوال، تقبل الله من الجميع. كيسرني أنني نستضف من جديد أستاذنا وشيخنا الفاضل أبو يوسف اللي غاب علينا شهر كامل، طبعا الفقرات الصباحية ديالنا ديال الجمعة، نلتقي معه من جديد فيما تبقى من هذه الجلسات لهذا الموسم. شيخ الفضيل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخينا شاطر، وعيد مبارك سعيد، وسلام الله على كل الإخوة المستمعين والمستمعات، ونقول لهم عيد مبارك سعيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم العمل والصيام والقيام، وهو على كل شيء قدير. شكرا. إذن مستمعي الكرام، انتهى شهر الصيام، شهر الخيرات، وطبعا شهر العطاء، شهر الإيمان، شهر البركة، شهر اللي كتغير فيه سلوكيات البعض، أقول البعض، من حسن إلى أحسن، والبعض من سيء إلى أحسن، وهكذا. المهم أن هذا الشهر له خصوصيات لا توجد في الشهور التي تأتي بعده. طبعا سؤال كنا طرحناه في بداية الأسبوع على المستمعين، واش يمكن أن المسلم المؤمن يحافظ على المكتسبات اللي كسبها في شهر الصيام والخصال الجميلة والرائعة اللي عاشها طيلة شهر رمضان، أم هي خاصيات فقط خاصة بهذا الشهر لا يمكن لأي شهر أن ينافسه في ذلك؟ كيف علينا نخرجوا من بعد شهر رمضان؟ كيفاش يمكن الإنسان يتعايش مع الشهور بعد ما ولفنا واحد سلوكيات واحد الروح النقية الطاهرة الجميلة اللي عشناها طيلة شهر رمضان المعظم؟ هي أسئلة كثيرة وكثيرة جدا، للمفيد منها أو الملخص منها هو أننا واش ممكن كل المكتسبات اللي كسبناها في شهر رمضان أننا نضيعوها مباشرة بعد خروج رمضان ونعود، أو كما كيقولوا إخواننا في مصر، تعود ريما لعادتها القديمة؟ هل يمكن للإنسان أن يحافظ على تلك الطاقة القوية التي كان يتوفر عليها في شهر رمضان؟ كما قلت كثير من الأسئلة، نتمنى إن شاء الله بحول الله أن نستفيد مما سيفيدنا به شيخنا الفاضل أبو يوسف بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. إذن نبدأ على بركة الله معك شيخي الفاضل. نبغي نديروا واحد الوقفة مع النفس، مع الذات، مع الروح. كيفاش دخلنا لسيدنا رمضان وكيفاش خرجنا منه؟ بداية يعني سؤال أطرحه دائما على نفسي شيخي الفاضل، هذه الطاقة القوية التي يتوفر عليها هذا الشهر العظيم الذي غادرنا تاركا أثر في نفسية المؤمن، أكيد لهذا الشهر طاقة غريبة جدا وعظيمة جدا، أين يكمن السر في عظمة هذا الشهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مسألة ينبغي أن نشير إليها حينما يغادرنا رمضان، وأن نحمد الله تبارك وتعالى أن جعل للمؤمنين أياما هي من أيام الله، ومواسم
للخيرات، يضاعف الله فيها الحسنات. هذه هي المسألة الأولى، وهذا سر القوة التي يتمتع بها المؤمن، لأن رمضان من أيام الله. رمضان شهر أنزل الله فيه الوحي، وشهر صالح الله فيه بين العباد، بينه وبين العباد حينما أعاد ربط الوحي، ولذلك قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن مبارك، ورمضان شهر مبارك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، إلى غيره من الآيات التي تدل على هذا النور الذي يغمرنا جميعا ويغمر كامل المؤمنين وهم يتوجهون. ولكن ينبغي أن أشير إلى نقطة مهمة بعد رمضان. نحن بعد رمضان أكيد لابد أكيد أننا سنتحدث عن بعد رمضان، لأن لا حلقتنا هي خاصة عن بعد رمضان. لا فقط مع مع رمضان، أنا مع رمضان. نعم، لابد أن نهتم كما كان اهتمامنا برمضان اهتمامنا بالعمل. في رمضان كان اهتمامنا بالعمل، صيام، قيام، صدقة، يعني اهتمامنا بالسلوك، ألا نغتاب الناس، ألا نقول الزور، ألا نفعل الشر، يعني كان اهتمام المؤمن بدرجة قوية بالعمل. ينبغي الآن أن يكون اهتمامنا بأن نسأل الله قبول هذا العمل، هذه لا تقل أهمية عن العمل. الله عز وجل قال عن أنبيائه ورسله، هذا إبراهيم يبني البيت بأمر من الله، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا. هذه امرأة عمران، امرأة عمران، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. لماذا؟ لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. كل ما نقوم به من صيام وصلاة وزكاة وصدقات وغيره من العمل الصالح، لو أن الله عز وجل يمن علينا بالقبول ركعة واحدة وصدقة واحدة لكنا من أسعد الناس. لا إله إلا الله، لأننا ندخل في درجة المتقين، ندخل في خانة المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فلذلك المؤمنون يعملون ويخافون لا تقبل منهم أعمالهم وهم وجلون، هكذا قال في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون يقول وهم واجلون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الخوف من عدم قبول العمل. ولذلك أهم حاجة الآن في هذه الأيام بالضبط هي أن نسأل الله ونلح في السؤال على أن يتقبل منا الصيام والقيام والصدقات وكل ما قام به المؤمنون. هل هنا يكون السر فيما قاله الله سبحانه وتعالى كل العبادات طبعا هي للعبد إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به؟ نعم، لأن الصيام عبادة سرية، الصيام ليست عبادة علنية. من الممكن أن يشهد الناس عليك بالصلاة لأنهم رأوك في المسجد تصلي، ومن الممكن أن يشهد الناس عليك بالصدقة لأنهم رأوك تتصدق، ولكن من الصعوبة بمكان أن يشهد الناس عليك بالصيام، لأن كل إنسان له
خلوات في يومه، له خلوات خاصة في يومه، دقائق لا يراه فيها إلا الله، ولكن إيمانه وصدقه واعتقاده أن الله يراه يجعله لا يفطر، رغم أن الأكل موجود أمامه كل شيء ولا يراه أحد، فهو في البيت لا يراه أحد، في بيته في مكتبه يعني لا يراه أحد، ولكن لا يجرؤ هنا أن يأكل. هذه يعني يدخل في المراقبة، يعيش حالة المراقبة. حاضر شيخي الفضيل. هنا يعني العجب العجاب، يعني هذه القوة الخارقة يعني التي تنتاب الإنسان في شهر رمضان، والتي لا تنتاب مع الأسف في الشهور الأخرى سنتحدث عنها أكيد. قد لا يصلي، قد لا يزكي، قد لا يقوم بأشياء كثيرة، قد يكون مبلي بأشياء، لكن في شهر رمضان تجده إنسانا آخر يتغير نهائيا، تجد لسانه رطبا بذكر الله، بخشوع، باحترام لهذا الشهر. لماذا بالضبط يعني؟ هذا من أسرار رمضان في تاريخ المسلمين. هذه الأمة حينما تضع التاريخ الاجتماعي لها، إشطار سوسيال، تاريخ الاجتماعي لهذه الأمة، تجد مثلا لو يعود بنا الزمن قرنين من الزمن، خذ مثلا الجزائر والمغرب في العهد الاستعماري، كنا نعيش نوع من التدين الجماعي في بلاد الإسلام. أمة الإسلام عاشت نوع من التدين الجماعي مدة 1000 سنة. عموما مثلا الأغنياء يخرجون الزكاة، طبيعي بما أن أغلب الناس فقراء، فما كانوا يظنون يعني أو يفكرون في إخراج الزكاة، لأن أغلبهم كانوا فقراء ما عدا الأغنياء الذين كانوا يخرجون الزكاة. نقطة ثانية، الصلاة كانت تمثل إشكالا، جزء من المسلمين كانوا لا يلتزمون بالصلاة في شبابهم حتى بعد 40، بل أورثوا أبناءهم، وأتكلم هذا في التاريخ، تاريخ الاجتماعي، أورثوا أبناءهم فكرة كانت تتداول، لست أدري إذا كانت موجودة في المغرب، اعمل يا صغري لكبري ويعمل يا كبري لقبري، كان هذه الفكرة. يعني لما يصل إلى سن ما بعد سن 40 يكون قد شبع من الدنيا فيستقيم. بل أنا رأيت ناس في السبعينات ونشاب يستدلون على هذا النظرة، إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هناك من كان يقول لي خلاص بعد 40 سنة شبعنا دنيا نرجع إلى الله عز وجل. هذا كان ثقافة زيادة، أن كفر تارك الصلاة، أن تارك الصلاة كافر، لم يكن إلى مذهب أحمد، لا في مذهب مالك ولا في مذهب الشافعي ولا في مذهب وحبيب، يعني نقصد يعني تاركها تكاسلا، ما نقصد يعني تاركها يعني جحودا، ما نتكلمش على الجحود، كل إنسان متكاسل يقول لك والله الشيطان وكذا متكاسل، فهذا قول في مذهب أحمد، يعني ما يستدل له أحمد بحديث ويستدل الآخرون أيضا بآراء وحديث أخرى، يعني كل واحد عنده ما ندخلش الخلاف الفقهي، فقد كانت موجودة هي الثقافة اللي كانت. ولكن رمضان وبعض المناسبات الدينية كالمولد النبوي وغيرها كانت تمثل مرحلة انتماء جماعي قد يخمر ولكن لما يقترب رمضان ولا أحد يخمر. 40 يوم كيقول لك أنا حبست حتى الجمعة الناس ما تصليش الجمعة، ولكن أوقات صلاة الجمعة كل الناس تغلق المحلات تاعها، حتى واحد ما يأمرها، يقول لك لا حرام البيع، يبقى مخلوع. هو ما راش يصلي، رقاله مبلع ما كانش، يقول لك الإمام راه في المنبر ما نبيعش حرام. كانت ثقافة انتماء جماعي تاع الأمة، يحس نفسه أنه ما يقدرش يخرج من الأمة، وبالتالي بعد مدة احنا كنا نشوفهم مساكين في وضع نتاع في السائر الأيام في دنياه، ولكن لما يجي رمضان، بل أنا نقول لك في الجزائر، نعطي مثال المجتمع الجزائري في العهد الفرنسي، زوج أشياء
ما يمارسهاش، لا يأكل رمضان ولا يأكل الخنزير، احنا نقولوا الحلوف يستحيل. ولو كنت تقول يقول لك علاش انا ولد الحرام رغم انه ما يصليش، يقول لك لا ما ناكلش رمضان سنة ولا حرام، انا ناكل رمضان ولا انا مسلم، ايه انا مسلم عايش ناكل رمضان. وكأن يبدو لي كانت نفكر قلت ما الذي يدفع الناس في زمن يا وهذا الزمن بقى حتى الستينات وأوائل السبعينات يعني رغم قبل الصحوة رغم السنوات الاستعمار نعم يعني طويلة نعم، وكان الناس لم تؤثر يعني أنا سميتها. وهذه كانت سألت إخوة في السودان لما كنت قالوا لي نفس الشيء، سألت في يعني في كل كل كان الصحوة بعد في أوائل أواخر السبعينات الثمانينات ناس يعني شباب ولا تصلي وكذا، ما قبل كانت المساجد ما كانش الناس تصلي يعني مثل ما له هذه شيء موجود. الآن رمضان ظلت عنده هذه الخاصية، ظلت عنده هذه الخاصية أن المسلمين يحسوا أنهم لابد كثير منهم يدي رمضان بداية للتوبة. هناك ابن يتوب يجي رمضان يبدأ يصلي وينهي ملف الخمر، ينهي ملف الحرام، ينهي كذا. لكن لكن عندنا احنا واحد الإشكال أننا نعم. يعني نتهم مثلا هؤلاء الناس كنقولوا لهم يعني عباد الحريرة، نسميهم احنا هادو عبدة الحريرة، كيعبدوا الحريرة ما كيعبدوش الله، ولا يعني يجي رمضان يولي يصلي ويولي يتقي الله غير يخرج رمضان. يعني نتهم الناس عوض أننا نشجعهم. أو أولا اتهام الناس في إيمانهم ليس من الإسلام في شيء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي جليل قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، كان مشرك الرجل، ولكن لما قالها لينجو من القتل قال أشققت قلبه، فإحنا ليس لا يحق لنا أن نقول فلان صلى من أجل كذا وتصدق من أجل كذا وكذا. الله عز وجل كل أم قال سرا وعلانية، سرا وعلانية فأولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي تصدق علانية أسأل الله أن يكون يعني أن يرزقه الإخلاص ويتيبه ويأجره. أنا ماشي مسؤوليتي، لست أنا الذي سأحاسبه يوم القيامة، أنا أسأل الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. صام أنا ما نقوش الحريرة وش كنت أنا عارف، هل أنا أحسن منه؟ من محبطات العمل أنا نقول هذه يعني من محبطات القبول. هذا الإشكال كده. من محبطات القبول في الدنيا هذه أنك تشوف روحك أنت تقي وتخاف ربي وتصلي الصبح وتصلي كذا قد يقبل الله منه هو ولا لا يقبل منه أيوه. لا وتقول الله فلان لا يغفر الله له. في حديث صحيح يعني من هذا الذي يتألى علي فيقول لا يغفر الله إني قد غفرت له وأحبطت عملك. لا حول ولا قوة. أنا دائما نقول من محبطات العمل بعد الشرك والرياء وهذه تعد من محبطات العمل أي عمل ما يقبلوش ربي إلا أشركت فيه مع الله عز وجل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري في كل شريك. لا نعم. محبطات العمل مهمة المسلمين يعرفوها، منها التكبر والمن. ألم يقل الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟ ألم يقل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين؟ والتكبر بالطاعة. لما تروح للشيخ المربي أحد السادة الصوفية رحمه الله شيخ ابن عطاء الله السكندري في حكمه العطائية وفي كتابه في منازل الصديقين، أتمنى أن يقرأه الناس، كتاب في حكم كبيرة جدا، في هذه الحكم تربية روحية هذا لنفسك، يعلمك القراءة في قضاء الله وقدره، يعلمك ألا تغتر بطاعة، لأن طاعتك هذه إذا أدتك إلى الغرور والتكبر على الناس واحتقارهم فأنت بعيد عن الطاعة لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، يعني أنت بعيد. شيخ الفضيل نروح إلى فاصل ثم نعود. عبالة.
أهلا بكل المستمعين والمستمعات وبكل من التحق بنا للاستماع معنا إلى هذه الجلسة الرائعة الجميلة مع شيخنا الفضيل أبو يوسف، نتحدث عن ما بعد رمضان وكيف يجب أن نكون ما بعد رمضان. طبعا تحدث شيخنا أن لرمضان خاصيات وأمور رائعة عشناها مع شيخ الفضيل. أكيد أن الموضوع أنا كنمشي مع تسلسل الأسئلة حتى يستفيد معنا كذلك مستمعينا الكرام. إذن يبقى رمضان يعني يمتاز عن الشهور الأخرى بهذه الخاصيات وهذه الروحانيات، يعني لا يمكن أن توجد في شهور أخرى. ما عدا أيام الحج موجودة في العشر الأوائل من أيام ذي الحجة، لأن هي أيضا من أيام الله، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، وهذه العشر يعني إذا قلت المواسم. الله عز وجل لما قال لموسى وذكرهم بأيام الله، الله عز وجل جعل مواسم الخيرات والطاعات وفتح فيها أبواب القبول، أبواب السماء، يعني للصادقين وللمتقين وللتائبين وللأوابين. الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. كل هذه أمور الله تبارك وتعالى يعني يفتح فيها للعباد. أنا هنا أتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قرأت هذا الحديث: كلكم يدخل الجنة إلى من أبى. قيل ومن كيف يرسل من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني. من أطاعني هو من هذا، من اتبع النبي، رأى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل خير إلا ودلنا عليه، وكل شر إلا ونهانا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ناصح أمين، وهذه مهمة الأنبياء. لما تقرأ في سورة الأعراف عن الأنبياء دائما إني لكم ناصح أمين، إني لكم من الناصحين، يعني أن كلام الأنبياء يدخل في هذا الإطار، في نصيحة بني آدم، عدم الغرور، عدم التكبر، دائما أن تكون الإنسان وقفات صدق مع ربي، أن يدرك محدوديته، أنك أنت محدود. اليوم رك موجود في الدنيا، غادر تغادر هذه الدنيا. المسألة الأولى، لما تغادر الدنيا تنسى، لا أحد رب باقي، لا أحد باقي في الدنيا يذكر. ما كاش لي دار له ربي الخلود. الخلود جعله الله عز وجل لأنبيائه فقط، جعله لإبراهيم لما قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حينما قال إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأنت يوميا تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما علاقة المغاربة والموريتانيين والسنغاليين والنيجيريين والأندونيسيين وسكان بروناي ومسلمي كندا والعالم بإبراهيم؟ ولكن الرجل الله عز وجل خلد اسمه عبر التاريخ، وخلد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ وفوق الأرض. ما فيش دقيقة فوق الأرض إلا ويرتفع آذان فوق هذه الكرة الأرضية يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على مدار 24 ساعة. سبحان الله، يعني ما فيش. احسبك شوف دوران الأرض وشوف يعني الكرة الأرضية وشوف أوقات الصلاة، يعني وشوف في كل لحظة. نعم، في كل لحظة. لذلك كان أشياء دائما الإنسان المسلم فرص، هذه فرص الخير، فرص الفضل. قبل أن أغادر الدنيا، قبل أن أغادر الدنيا ندير الجرد، ندير جرد الحساب. رمضان هو الفرصة، الفرصة لبداية المشوار. رمضان أشبهه بحما تبدأ الطوف، طواف يعد لك يعد لك الشوط، ما يمكنش تبدأ من الركن اليماني. سبحان الله. نعم، تبدأ عند مقابل الحجر الأسعد، حجر الأسود ما نقول أسعد، تجي عنده من تشير ما يبدأ الشوط. ما تقدرش تقول نبدأ الشوط من الركن اليماني أو من الركنين الأخرين للبيت، لا. هكذا رمضان
فرصة للبداية، فرصة لأنك تكون في مرحلة أخرى، تكون في عالم آخر، في عالم روحاني. إلى شعبان. نعم يرفع. ندير جرد. ندير جرد. وندخل لربد الآخر. نعم يعني هاك دائما. دائما سمينا مرحلة للوقوف، للمحاسبة، للخروج من الأزمة. وكان أشياء تعلم خروج زكاة رمضان مهم. نعم. لأن ما هي الأزمة في الدنيا؟ أزمتنا في الدنيا هي العراك والمعاركة. إيش معنى العراك والمعاركة؟ إذا كان رب يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح، في آية أخرى مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سبحان الله. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله. الله. الحياة الدنيا قلنا والقرآن دائما ما هي؟ تنافس بينكم، تنافس هكذا. هذا الكلام لما يعني تبدأ تدرك أنت تخرج من العراق. السؤال الأول لنا نبدأ رمضان فيه اثنين، فيه المصالحة مع رب العالمين، أخرج من المعاداة تاع ربي، أخرج من الحرب مع ربي، لأن كاين إنسان يدخل في الحرب مع ربي ما يشعرش البهتان والأكاذيب والشر والإساءة للناس، يدخل تكبر والعجرفة، كل هذا يدخل في الحرب مع ربي، أكل الربا حرب مع ربي، الزنا حرب مع الله عز وجل، هذا الحرب مع ربي سبحانه وتعالى. بلا ما تشعرك تعرف يا ربي، يعني الإنسان يخرج من الحرب مع الله عز وجل إلى المصالحة مع ربي بإنهاء ملف السيئات، ويعرف ما تقولش أنا ما ندير السيئة، كلنا ندير السيئة أكيد، ولكن لما تصدق إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا، يصلح الإنسان الله عز وجل غفور رحيم. وهنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن تدخل أيضا في مصالحة مع الحياة، وهنا الفكرة اللي بينقولها بعد رمضان مهمة جدا. هذه الدنيا لربي قال ما هي إلا تنافس ولهو ولعب هكذا بينكم في كمثلي، يعني الله بين لنا بين هذه الدنيا اشنو كتسوي هذه الدنيا. انا الان هذه الدنيا لكن هكا، هل كل شيء فيها يستحق مني ان اعارك؟ ندخل في صراع مع هذا على هذا ومع هذا على هذا، من الصبح الاشياء امضي حياتي صراعات انا مع الناس، ما هي مجرد لعب ولهون. نعم علاش انا علاش ندير الصراع مع هذا؟ لا اله الا الله. نتعلم نحدد ما هي الامور اللي في الدنيا نصار عليها، وما هي الامور اش نصار عليها؟ نصار على الهوى. تصيب الناس متصارعين مثلا في مسجد ولا في جماعة على الإمارة، قلت له على الحجارة، ما عندك والو، لا شيء لك، وش راك تصارع أنت؟ عندك دولة؟ على سراب، صار سراب، ثم عشرة تاع الناس والإمارة ويتخدمون. قلت له من إمارة؟ هذه إمارة على الحجارة، افطن افطن، خرج بس ما تصارعش على أي حاجة. وهنا أشير في القرآن الكريم كاين أشياء تجي قدامك تقرأها وتعمى. سيدنا موسى عليه السلام عاش أزمة، ويشوف في الأزمة، يشوف أن المجتمع المصري يظلم المجتمع الإسرائيلي، وبنص القرآن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يظلمون المجتمع الإسرائيلي اللي كان مع عندهم، يعني يدبه أبناءهم ويسه، هذا الظلم كبير. كان يحس يعيش في هذه الأزمة لأنه موسى خاص، مسألة خاصة، إسرائيلي الأصل ولكنه تربى في بيت فرعون، عنده العزة، يحس بهذه الأزمة وش مكاين. فخرج في المدينة يفكر، فوجد رجلين يقتتلان، زوجود متخاصمين، مصري وإسرائيلي، لأول وهلة دون أن يسأل، بالنسبة إليه المصري ظالم، فجاء موسى دفع المصري، سقط المصري أرضا فمات. موسى درق مشى والإسرائيلي مشى، اندم موسى، قال هذا عمل مش منطقي، إن هذا من عمل الشيطان،
إنه عدو مضل مبين. كان علي أن أسأل ما نوصلش لدفعة السيد دون غدا. يصيب نفس الشخص الإسرائيلي وبنص القرآن: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قلوا روح روح شوف هذا فاني نكملوا معه كما كملنا مع الآخر. موسى درك باللي هذا مش مظلوم، هذا مشاغب، هذا معارك، هذا مش المظلوم، هذا إنسان في كل مسألة هذا يدير في المشاكل هذا. وبالتالي قال فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، لما قال له انت ما فيك السيد شافه جاي غضبان منه، قال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسه بالأمس؟ سبحان الله. يعني فسمعها المصري وبلغ، قال لهم المصري يقتلوا البارع وموسى يقتلوا، شنو كي وقعت؟ وهذا ما حدث بنص القرآن. فهل في الدنيا هذه؟ لذلك سيدنا موسى قال كلام مهم جدا نتمنى نقراوه، مليح القراءة في القرآن. أن أكون ظهيرا للمجرمين، أو كثير من الناس ظهرت المجرمين ودافعت عن المجرمين، كثير من الناس عندها مسؤولية يوم القيامة في الدفاع عن المجرمين، الدفاع عن القتلة وعن الدباحين وناس ما يخافوش ربي يعني يدافع ليهم وكذا. كثير وسمعنا هذا كثير كثير من كاين الناس راح تدفع الثمن دون أن تدري، ثمن مظاهرة الإجرام والمجرمين راه ثمن كبير تدفع. يعني إني أعوذ بك هكذا اسمه أن أكون ظهيرا للمجرمين. إذن تعلم هذا النقطة الأولى. المسألة الأولى ما هي الأمور اللي أنا نتكلم عليها ومن حقي ندافع عليها؟ ثانيا كل مسائل قلت لك اللي قلت تفضل هذا فهذا جب، لأنك لماذا رمضان رباك على مسألة مهمة على عدم ردود الأفعال. في رمضان اكتسب طاقة يسموها اللهم فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، اكتسب طاقة وإرادة التحكم في نفسك، مش أي واحد يقول كلام ترد له. ليس كل من يسبك ولا يهينك ولا يقول كلام ترد ما رد له. كاين ناس يأدبهم الترك، الترك يأدبه، لأن في يوم من الأيام يقول لماذا خليه. وكاين إنسان ستحيط به خطيئته وأحاطت به خطيئته، كاين إنسان يعني يدخل في الخطيئة أمور الخطيئة حتى ما يطيقش يخرج من الذنوب وما يقدرش يخرج من المعاصي وما يقدرش يخرج من الشر، ما يطيقش يتوب. لذلك السوابق مسائل مهمة جدا في الدنيا. الإنسان ما يديرش جريمة تحول بينه وبين الجنة، بل يدير سوابق تاع خير وتاع فضل وإحسان تقربه من الجنة وتشفع له في دنياه. هذه نقطة مهمة. رمضان فرصة لهذه الملاحظة، أنني نخرج يعني هنا معبر لها بواحد الكلمة، كيف أدخل دنياي في ديني؟ موش ديني في دنياي، دنياي في ديني. أنا مسلم متدين والحمد لله، أنت مسلم متدين، رمضان أكسبني قدرة على مراقبة النفس، أكسبني قدرة على التحكم في نفسي. إذن تحكم في لساني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به. يجب من الآن فصاعدا أن أراقب ما يخرج من لساني، هل يخرج من لساني؟ وهي النقطة التي سنتحدث عنها. نعم. طبعا مباشرة بعد الموجز الإخباري سنتحدث عن هذا اللسان وما بعد رمضان، كيف التحكم فيه. نعود بعد الموجز مستمعي الأفاضل في الجزء الثاني من هذه الجلسة الطيبة مع شيخنا الفاضل أبو يوسف. أهلا بكم من جديد، جمعة مباركة لكل مستمعين المستمعات، خاصة الناس اللي عاد التحقوا بنا. وإحنا كنتحدثوا اليوم عن ما بعد رمضان مع شيخنا الفاضل أبو يوسف. نعود إذن إلى هذه الجلسة الطيبة والجزء الثاني، وندخل مباشرة إلى اللسان. اللسان وطبعا كنعرف أنه الإنسان في شهر رمضان المعظم كيجعل من اللسان ديالو لسان رطب بذكر الله بالخشوع والحرص على أن لا يقول كلاما أو فحشة أو شيئا من هذا القبيل لأنه صائم. لكن
ماذا عن اللسان بعد رمضان شيخي الفاضل؟ إذا كان رمضان فرصة لتربية اللسان على قول الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، لماذا مكانة اللسان؟ هذا هو السؤال المطروح. لماذا أعطى الإسلام هذه المكانة للسان؟ لأن اللسان إما أن يؤدي بك إلى الجنة وإما أن يؤدي بك إلى النار. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي بها بالا فترفعه 70 خريفا في الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. هذه نقطة يجب أنت كمسلم قلت هنا تتعلم إدخال دنياك في دينك. أنا عندي دين، ها هو ديني وش يقول؟ يقول حذاري من اللسان، حذاري مما تقول أنت، مش مما يقال عنك، ميهمكش وش يقولوا ولا وش قالوا قلت. إذا أنت ما قلتش أنت متأكد أنك ما قلتش، وسيثبت الله براءتك أنك لم تقل. هذه نقطة مهمة. لماذا طرحت سؤال هذه قيمة اللسان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول وهل يكب الناس في نار جهنم إلا على حصائد ألسنتهم. إنما علي أن أعرف أنا وأنت كل الإخوة المستمعين والمستمعات أن اللسان في عمومه هو الإنسان. يقول أحد شعراء الجاهلية، مرات في الجاهلية كان العقلاء، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. لما نقرأ هذا البيت من الشعر يذكرني بآية من القرآن، من الله عز وجل على الإنسان بماذا؟ بنعمة عظيمة سماها نعمة البيان. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. هذه نعمة كبيرة أن يكون عندك البيان، عندك تحسن الكلام. فإياك إذا أعطاك الله لسانا أن تخصه بمدح السفهاء وفي خدمة السفهاء. مو سهل لسانك استعمله في الخير. هذه نقطة أساسية، البيان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. إذن بعد رمضان دير هذا الأخ. إذا كان لساني هو جزء من حياتي، إذن استعمله في الخير. رمضان فرصة ربيت نفسي شهر الحمد لله ما تكلمت على زيد ولا على عمر ولا على فلان ولا علان، وطرحت سؤال ما يهمني، وهل أنا بدون أخطاء؟ وضع نصب عيني حكم، لسانك لا تدمن به عورة امرئ فلك عورات وللناس ألسنوا. كل إنسان يطلق لسانه في الناس أو يندم من بعد، ويندم لسانك حصانك. إيه لا أو فيه وش راك تقول أنت؟ هل راهي ضارة للأمة؟ هل الشخص هذا وش راك عندك دليل أنه راه ضار الناس وضار الأمة وضار المسلمين؟ ولا غنتك ماشي وهوت من قيمتك من إنسان عاقل إلى إنسان مشيع للكلام تاع الإشاعات، نقصت من قدرك، دخلت في مرحلة إنقاص القدر. أن نعاود هذه الهضرة، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ليس كل ما يعرف يقال، ليس كل من سمع قد لا يكون. ما يمكنش ندير نفسي بوق، هي دعاية على طريق، ولكن من نعاود هنا ما توليش دعاية تولي قال فلان اللي يسمعها منك، أو ما توليش قالوا تولي تتروى عليك. أيوة تتروى عليك. ولذلك من الأمور للإنسان العاقل يا لشتي قبل أن يروى عني ما لا يحق وما لا يحل علي أن أضبط نفسي، أن أضبط نفسي. ليس ولذلك ربي أعطانا الودن وأعطانا العقل، اللي عن ما عندوش العقل اللي تخرج من تخل ودنه تخرج من فمه، هذا ما عندوش العقل.
ولكن كيفاش يعني غريب الأمر ديالنا شوية أننا نستطيع أن نلجم هذا اللسان في رمضان أن أتحدث يعني نكون عن الذين نكونوا صايمين فقط. أنا ننساو وليك ربي من يقول في القرآن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ومهم جدا أنا ننساو شوف كاين أمور هذه ماشي سهلة النسيان يعني حاجة عادية لأن في رمضان نكون في حال فننتقل إلى حال وهذه وقعت للصحابة صحابي جليل لقي أبو بكر قالوا نافق حنظلة قالوا ماذا الله أكبر قالوا نكون في حال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الجنة والنار هاك نشوفها لما نروحوا لبيوتنا وديارنا ومشاغلنا وننساو قالوا راني نشوف روحي عايش ازدواجية قالوا مشي هذا مشي لك كنا عندنا الأزمة لما مشاو عند النبي صلى الله عليه وسلم قال تعليق حديث نفسه ما هنا تعليق قال يا حنظلة والله لو تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي لصفحتكم الملائكة ولكن ساعة وساعة هذا بني آدم ولكن البني آدم العاقل أن يكون دائما مدرك ما تخليش الشيطان يعميك الشيطان يعميك بدفعك لحسد الناس يعميك بدفعك لكراهية الناس الخير للناس كان اللي ما يحبش يسمع الخير في الناس هيك نفسيا قلت الواحد قلت له مالك انت توزع الخير ماشي انت توزعه ماشي انت توزعه لست انت الذي توزع الخير راه الله تبارك وتعالى قال كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب واسألوا الله من فضله موش احنا اللي نوزعه ما الذي يجعلني انا صباح كل ما تكون عندك هذه الافكار يعني إلا تنقص الحدة أنت على الشر تاع الإنسان ينقص كل ما تفكر بهذه الطريقة الحدة تاع الشر تاعك تنقص ينقص حسدك بغضك للناس ولذلك كنا تكلمنا في ليلة القدر موش نسأل ربي ونقول يا ربي علاش أولاد الناس قاع قراو وأنا أولادي ما نجحوش علاش غي أنا وقعت لي هكا قاع أولادهم ملاح وأنا أولادي مشي ملاح لا اقرأ إما أنت مبتلى أو معاقب وفي كلتا الحالتين اسأل الله عز وجل أن يرفع عنك الغبن وأن يكون هذا حد البأس وأن يصلح حالك وحال أبنائك ما تقول جو أنا واحد مرأة مسكينة قالت لي وعلاش الشيغي أنا ولدي ما نجحش ولدي ما كداش وقال لا مش كما كما ما تقارنيش ولدك بولاد الناس ما تحسديش ولاد الناس اللهم ربي سبحانه وتعالى يصلح أبناء المسلمين بالعموم حتى واحد ما أنت ما تحبيش ولده ما دلك والو ولا تزر وازرة وزر أخرى ولد ولا بنت واش داروا كيفاش دير عليهم انت وانت طرحي سؤال على نفسك ولي في هذا الوضع اذا ابتليتني يا ربي اللهم حاد هذا الباس ولك معاقبني يا ربي استغفرك واتوب اليك اللهم يا ربي لاني متعاقب هذه المساله يا ربي ارفع عليا الغبينه يا ربي اصلح هذه الحاله هذا الولد وكذا فالانسان هنا يرجع الله عز وجل قلت لك رمضان هو فرصه كبيره لهذه المصالحه واللي تبقى في حياتك كلها من بعد بقى دائما اي مساله توقع لك قال حبس واش درت وديك هاد الصالحين اللي داروا بخطرات أنا نظن الأمة بحاجة أحيانا إلى هذا التربية الروحية يعني رو عندي نظرة أنا مش عارف في يوم الأيام قد نتناقشوا ما فائدة التصوف الإسلام يعني مهم جدا أنك تعيد أحيانا لتربية أخلاقية تاعك إلى تربية روحية فتقول والله لما أقرأ لأحد الصالحين يقول إني لا أعرف ذنبي في عثرة دابتي شو معنى هذا؟ معنى هذا يقول أني شوف ربي عاقبني بالذنب هذا هوين عاقبني الله عز وجل لأنني أذنبت ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر خلعني أو قرأه مليح ومليح الناس تقرأ كتاب صغير موش كبير صيد الخاطر وش معنى صيد الخاطر كانت أفكار اللي تجيه يكتبها لأن قد تروح تجيك فكرة وما تعرفش قاعد تروح فالفكرة اللي تجيه عاود يكتبها ويحللها وتبقى سماه صيد الخاطر يقول إن الله قد يعاقب على الذنب بعد 40 سنة الله أكبر والله سيدي أنا قريت وعاودت قريت لا إله إلا الله نعم بعد 40 لماذا أنك ما استغفرتش نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتبع الحسنة السيئة تمحوها ما استغفرتش يعني استمر في الدم لا دخلت في مرحلة أخرى دخلت في الطغيان ونذروهم في طغيانهم يعمهون عدم اعتراف بالذنب عدم التوبة من الذنب عدم الاستغفار عدم طلب المسامحة ممن أسأت إليهم عدم كذا لأنك
راك آمن العقوبة، ضعيف ما يدير لك والو، ما هو لا مسؤول لا شخصية لا هذا، درت فيه الشر خلاص يموت، ما كأنك أو تنسى. قد يعاقبك ربي بعد 40 سنة، يعاقبك ربي في القبر، ما تدريش فاش تتعاقب. أنا دا كنت نسيت هذاك الذنب، نسيت هذيك الإساءة، وتعاقب بعدها بأربعين سنة. هذه مهمة، نتمنى الناس تفكر، كل مسلم يفكر، يفكر بصدق مع ربي سبحانه وتعالى. يقول قد يعاقب لأن ما تابش، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ما هوش غير حاكم واللي راها مسؤول وكذا، هذا لا، حتى الإنسان العادي. هذا يجبدني يعني أنني أسألك شيخي الفاضل، ربما بعد المرات نخطأ في حق إنسان ما وتوفى هذا الإنسان، نطلبوا له ربي روحوا القبر تاعو، سامحني أسيدي سامحني، ونسأل الله ونتصدق عليه وفي القبر. نعم، ونتصدق عليه ونمشي نقول تكون وسمح. عندي الشجاعة نتصدق عليه ونطلب منه السماح. تكون عندي الشجاعة الناس الذين أسأت إليهم، الناس اللي غلطت في حقهم نطلب منهم السماح، واللي غلط في حقي ما يهمنيش أمره، ما داخل في راسي لم بعيد لم قريب، ما نجري مراه ما ندعي عليه ما ولو، إلا جا طلب مني سماح نسمح له، مسألة خلاف. ولكن يهمنيش الموضوع تاعو، خلاص أغلق الملف، أنا ما نقعدش عايش لا ما نعاودش نرجع. أما إذا أسأت إلى إنسان لا نطلب أن أسمح الله، نعم نمشي ولو بطلب المسلحة في قبره، وإذا هي حقوق مالية ترد إلى ورثته، إلى ديت له رزقه ديت له صار رد له. واحد مرة قال له واحد سلفه هنا في بروكسل، سلفه مال رد له، قال له طلب لي المال تاعه، قال له يوم القيامة رد له، قلت له هذا راه يكفر، راه غلط، هذه كلمة قالها العاص بن وائل السهمي اللي ربي قال له إن شانئك هو الأبتر. العاص بن وائل السهمي قال لخباب بن الأرت رضي الله، ألست من أتباع محمد يا خباب؟ قال أجل. قال ألستم تؤمنون بيوم القيامة؟ قال له يوم القيامة رد لك درامك، مع أنه أنا ما أمنش بيوم القيامة هذا. قلت له هذا كلام خطير، هذه كلمة الكفر، هذو اللي قال ربي يعني وقالوا كلمة الكفر، يعني الإنسان يقول كلمة أش قلت لك من سخط الله لا يلقي لها بالا. أنا ما نحبش كلام هذا، قلت له سبعين خريفا، نعم لا يلقي بالا، قلت له هذا وهذا ما عرفه، لكن قلت له كلام هذا ما نعاوش نسمعك، روح استغفر الله عز وجل وما تعاوش تقوله. خوك سلفك دراهم ورانا كنا شاهدين، قل له دي الساعة راني مزيار، رد لك من بعد إن شاء الله، ربي يفتح لي في هذه، راني فهمني يعني يقولك ما تهرب. كل إنسان واحد نفس الشيء راح، قلت له لا أنا ما لومش عليك أنك سلفت وما تقش ترد، اللوم عليك هربت، تصرفت تصرف السارق، من أخذ أموال الناس وفي نيته إتلافها أتلافه الله، أو تصرف تصرف سارق المدركت ما جيتش، الناس جاية تحوس عليك ما صايباتكش، غيرت السكن غيرت هذا، أنت سارق. هي مسائل اللي بدو أن تدرك الناس، تدركها هذه حقوق الناس، هذه الناس يوم القيامة طالب بها، أو الناس طالب بها يوم القيامة، اللي عندوش حاجة يجي يطالب الناس بها. يعني الغرور، الغرور خارج علينا في الحياة ديالنا، وإحنا يعني ينتظرنا، لأننا ما دخلناش الدين تاعنا في الدنيا، ينتظرنا موت، ما دخلناش دنيانا في ديننا، احنا نبغوا ندخلوا الدين في السياسة، بصح لا، دخل الدنيا تاعك تصرفات تاعك أعمالك انت دخلها في دينك وحاسبها. أيوة، حاسب نفسك على حساب الآخر، دخل دنياك في دينك. أنا ندهش مثلا في بعض البلاد العربية الناس ما تحترمش حتى إشارات المرور. أنا قلت أنا بعاد، احنا شعوب ما زلنا متأخرة، لماذا نتبلوا مش بالدين لا من الدين؟ لو تقتل إنسان أنت عنده عندك كان الإشارة تاع الحمراء عندك وتمر وتقتله، عندك مسؤولية كبيرة يوم القيادة، قتل عمدي. نعم، وحنا حتى إماطة الأداء يعني احنا مكانش. احنا كنزيدوا الأداء يعني نرمي ولا الأداء الحديث إماطة على الطريق، هو من باب إدخال الدنيا تاعك في مبادئ الدين تاعك، مبادئ الدين تاعك قائمة على أساس ما تأذوش الناس. نعم، هاوش قلت، ما قلتش إدخال الدين، قلت لا إدخال الدنيا تاعك، دنياي أنا ندخلها في مبادئ الدين تاعي. الدين تاعي يقول لي ما تسرقش، ما نسرقش يا سيدي، ما عندي، لا يهمني مال الناس، ما نيش تا واحد ما يغنيني، اللي يغني هو الله عز وجل، أموال الناس ما تغنيش، ما يهمنيش أعراض الناس، كل واحد يسأله، وكل واحد ما عارفش بماذا مبتلى، لا أدري، البشر كلهم عندهم ابتلاءاتهم، ليس ما عندي حتى علاقة أنا أفتح ملفات الناس، ماني مسؤول عليهم، ولست أنا الذي يحاسبهم، ولست أنا الذي يعرف مصائر الناس. الدنيا طويلة، الدنيا طويلة ومتغيرة
وتلك الأيام نداولها بين الناس. الدنيا طويلة ومتغيرة ولا نعرف، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار تلا يبقى بينه وبين بين النار إلا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا يجعلني نتوقف وأسأل الله الخير. فلذلك رمضان فرصة كبيرة للبقاء في هذا السلوك، للبقاء في هذا السلوك، يعني نتعلم كما رمضان الله عز وجل علمني الراقب ما يخرج من لساني نبقى في هذا المنطق، علمني رمضان المراقبة ربي نبقى الراقب ربي يعني في جميع أعمالي من نخرج منه نخرج منه وأنا محافظ على وأنا محافظ على نفس المكتسبات اللي اكتسبتها. نعم. يعني ما نبقى له. فهذه أمور مهمة قلت لك، تراقب لسانك، تراقب الله عز وجل في النفس في الخلق. يعني ما جميل. نعود بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مستمعي الأفاضل، نحن دائما معكم في هذه الجلسة المباشرة من برنامجكم اليومي، وطبعا اليوم الجمعة هو مخصص للحديث عن مواضيع اللي كتهمنا خاصة في مسائل الدنيا ديالنا والدين ديالنا وإصلاح الأمور ديالنا. خرجنا من رمضان، كيفاش خرجنا من رمضان، كيفاش كنا في رمضان، وكيفاش كيخصنا نبقاو محافظين على المكتسبات اللي اكتسبناها في شهر رمضان مع فضيلة الشيخ أبو يوسف. طبعا تحدثنا عن اللسان يعني وكيف يجب أن يكون الإنسان. هناك أشياء أخرى كانت معنا كذلك في رمضان شيخ الفاضل، العطاء والسخاء والصدقات وموائد الإفطار، وكانت كثيرا ما شاء الله، وكان الناس يتسارعون في 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 هذه الخيرات. طبعا وش فقط هذه الأمور كذلك هي محصورة لشهر رمضان فقط أم أنها يجب أن تستمر معنا طيلة السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما وكان أكثر ما يكون كريما في رمضان. نعم. في رمضان يزيد كرمنا، ولكن ينبغي أن تكون أخلاق الصدقة طول العام. حينما أقول أخلاق الصدقة، أتمنى كل مسلم يدير وقف ولو صغير. ما معنى هذا الوقف الصغير؟ بإحسان إلى يتيم طول السنة، يمشي يتكفل بواحد، يتكفل بيتيم عن طريق مؤسسات إسلامية موجودة هنا. نعم. يتكفل بيتيم، يعطي مثلا مبلغ موش كبير، 50 أورو شهريا، يعني كفيل يتيم. يجي غدا عيد الأضحى نفس الشيء، يشوف أسرة مسلمة يشري لها يعني عيد. العيد يعني أسرة مسلمة، هذه نسميها تدخل في ما هو أهم في الدنيا، تدخل في إعالة اليتيم والأرملة والمسكين والفقير، الإعانة، والإعانة على نوائب الظهر. إذن باب العطاء دائما مفتوح، واسع مفتوح، الإعانة على نوائب الظهر. تعرف أن أخ مسلم صادق وما عندوش يعني ليس له يعني مال في مسألة مهمة راه محتاج، فأنت تساهم بلوم برصيب تفك عليه هذيك الحالة اللي عايشها. يبقى كثير من الناس هكا يجوا عندي يطلبون المساعدات، وشوف كي تعاوننا ولا شوف شفنا الناس ولا قلت له شوف ولدي، فقط نطلب أن المسلم اللي لابد أن يبدأ بمساعدة نفسه، لأن حدد شيء مهم مستوى معيشتك. إذا أنت المدخول تاعك 1500 أورو تخدم، ما تعيش مستوى 10,000 أورو ومن بعد تقول في الدين وتجي المسلمين عاونوني، أنت ما يمكنش تخرج من الأزمة. في الدنيا لابد أن نتعلم، والقرآن لما يقول ولا تبسط كل البسط، هذه الآية تعلمك حسن التصرف، وحسن التصرف يبدأ أولا من العلاقة مع الشيء اللي مده لك ربي سبحانه وتعالى. لا تقعد مذموما مذموما، يعني تعلم هذه. فلما الإنسان تجيه مصيبة تاع مرض لا قدر الله وشي وما يقدرش، هذه نائبة غير محسوبة العواقب. إنسان عنده موت وما عندوش بيتحمل مصاريفها، إنسان كذا يعاونوه الناس، يعاونوهم، يعاونه مسلم ماشي مشكل، ولكن ما ينبغيش الناس يديروا لك ما يعرف بريزون شارج،
يعني ماشي الناس راح تكفل كل شهر وكل شهرين تمد لك، لا هذا غير منطقي، هذا غير منطقي. ولا واحد يقدر يخدم على واحد في طبعا الدنيا. طبعا احنا كنقولوا في أيوة. المثل الشعبي كاين كتعيا اللي تعطي ولكن ما كتعياش اللي كتخبط. ايه احنا نقولوا يعيا المداد ما يعياش الشداد. هذا هو المنطق، يعيا اللي يمد ما يعيا اللي يشد، لان اللي يشد ما عنده والو. يعني اللي يشد ما يدو الناس من هذه، لا هذا اسلوب مش مليح، الاسلام يرفضه. انما الكرم يعني يستدعي الانسان يدير اعمال فاضله، اعمال خيره، يتيم، أسرة أرملة، يسأل مرة يعني يتيم يكفلوا لقد يكفل اليتيم ولا يتيمة يعني مدة عام عامين ثلاثة، فهذا تدخل في الأجر. يعني نفس الشيء أنك يجي العيد أسرة ما عندهمش يتيمة وكذا، إذن لا يجب أن نغلق هذه الأبواب التي تكون في رمضان. يعني الله عز وجل خلها عامة، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الإنفاق في سبيل الله، ولكن قلت المسألة مضبوطة. نعم. يعني ولا تبسطها كل البسط. نعم. نعطي مثال بسيط، يجوك إخوة هنا يقول لك أنا سلفت 5000 الواحد. قلت له مين سلفته 5000؟ أنت شحال عندك؟ سكت. قلت له هذاك اللي عندك سلفته؟ قال لي واه. قلت له كان واجب عليك هادشي؟ وثقت فيه وكان محزوز وكان لا 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 غادي لا ما تسلفش، ما تسلفش مالك يديه للحبس لا لا ما تسلفش مالك الا بقدر ما عندك. با تسلف 5000 يدك عندك 50000 ما تقدرش، لان الناس في عمومهم ما يردوش، البشر هكا. واش القران المساله الدين قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ودار له شهود. بعض القضاة في الإسلام أو ما يقبلش، لأن الدين عند القضاء ما يقبلش يعني يقول للآخر إلا بعد أن يسأل اللي جد المال ما هي القدرة تاعك للرد، وش عندك. أما يجي ما عنده والو ويسلف عليك 20000 كي راك طامع يردها لك. إنسان باغي يدير مشروع تجارة ويجي عندك يبغى الهضره ندير مشروع وندير كذا، ويجي في البدايه يقول لك سلفني، ومن بعد من يفشل يقول لك لا كنا شركاء. هذا ما يحدث في الساحه. سبحان الله. نعم هذا ما يحدث في الساحه، وهذا كله نقول جزء كبير من اللعنه اللي عايشينها. انا اسميها اللعنه التي تصيب الامه اليوم كثير، هي اكل اموال الناس بالباطل اللي نهى الله عنها كلها. قل لك اغلبنا دخلنا في هذه اللعنه نتاع الربا واكل اموال الناس بالباطل. ومن نقول لك يعني نعمم، ما مانيش نقول زيد بعينه او عمر، ولكن راهي منتشره بقدره بقوه. حتى مرات نقول هذه العقوبه اللي عايشينها بل الدله احيانا تعود الى هذه. كاين لعنه، كاين لعنه الذنوب، كاين لعنه الدماء. الناس ما تعرفها، كاين لعنه الذنوب، الانسان اذا كثر كثر يعني يدخل في لعنه، وكاين لعنه الدماء. كل الناس اللي دخلوا في دماء الناس، دماء الأبرياء، يعاقبهم الله عز وجل بلعنة الدماء. واللي ظاهر المجرمين سواء في الدنيا أو في الآخرة. نعم اللعنة صعبة، اللعنة رأي نوع من الخزي في الدنيا. لكن الإنسان المسلم يدير الحدود لنفسه. شيخ الفضيل، نحن مقبلين على العطلة، وتحدث عن أبواب العطاء والسخاء و الإحسان إلى الناس والتكفل باليتامى، ونحن مقبلين على العطلة الصيفية التي ستصادف كذلك عيد الأضحى المبارك. ربما يعني نصيحة منكم لكل من سيذهب إلى بلده، كيف يجب أن يفتح هذه الأبواب ويترك هذه الأبواب مفتوحة حتى هناك في سفره في عطلته حسب مقدوره، كما قلت يعني حسب إمكانيته ومقدوره في إسعاد اليتامى الأرامل حتى يكون العيد كذلك لهؤلاء. الآن أعرف الجالية المغربية والشعب المغربي جيدا بحكم علاقتي القوية بكل إخواني من أبناء الجالية المغربية حفظهم الله ورعاهم. بالنسبة للإخوة الشعب المغربي، العيد ليس سنة
بل هو فرض الفرائض. فرض الفرائض يعني هذا الشيء اللي ما يمكنش يجي. الشيء اللي دركته يعني يعني إن كان عند الأحناف الذبح تاع العيد واجب، عند المالكية سنة، ولكن عند الشعب المغربي فرض الفرائض. يعني الإنسان، أنا دهشت في المغرب وربما حتى الآن في الجزائر ظاهرة أن المرأة ترهن الذهب تاعها يعني على جيابها تشري الحولي كما نقولوا به، تشري العيد ونفسها ونفسها ونفسها. فهذه أنا ما شفتهاش واجب. أولا يليق جهد كبير من أئمتنا في المغرب، من علمائنا، والمغرب رفيع العلماء، مش احنا اللي نوروا لهم، يحسنون العلم أسهل منا بكثير. يعني يبين الناس في نظري والله أعلم أن المسألة هذه لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، من خير النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضله عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، الأول عن أسرته وآله والثاني عن أمته. فإذا كان المسلم، الأسرة المسلمة عاجزة، ما تكلفش نفسها، صعب جدا يعني إقناع المسألة. لا، هذه مهمة ولا بد. أنا قلت لك أنا عندي ثقة في أئمة المغرب وعلمائهم وفضلائهم وخيرهم، أنا نعرف كثير منهم، ونتمنى توقع حملة في المغرب. لا تحملوش نفسكم، يعني قنعوا الناس. إيه نعم، تقنع اللي ما عندوش. الآن الإخوة اللي روحوا منا والله أعطاهم من فضله وربي من عليهم وأعطاهم، فالأحسن إذا كان اللي يقدر يدير العيد تاعه ويتبرع أيضا ببركة أخرى لأسرة اللي يعرفها من الأسرة، من العائلة، من القرابة، بأيتام بالعيد. هذا يعني إذا إن شاء الله ربي تكون في ميزان حسناته، هذاك الكبش تاعه إن شاء الله هو اللي يجي يديه الجنة، هذه الصدقة تاعه، وتكون ونخرج من المن. أنا دائما أهم حاجة من أكبر محبطات العمل هي المن. لما تديره معك وتقول أنا كماشي أنا ما يعيدوش خرج من هذه، مش هي كماشي أنت، إنما نقول الحمد لله اللي ربي أعطاني أنا وسخرني وسخرهم بنعطيهم، لأن الله عز وجل الغنى والمال هذا ما روش باقي إلى يوم الدين. حتى واحد ما يظن روحه باللي زاد غاني ويبقى غاني، أكيد فهمتني، وحتى واحد ما يظن روحه زاد فقير ويبقى فقير، ولا أولاده يبقى فقراء، لا تدري. الله عز وجل قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. كم من إنسان نشأ فقيرا ومات غنيا، وكم من إنسان ولد غنيا ومات فقيرا، ما ركش عارف. وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا تدري. فالإحسان شيء مهم، الإحسان ولو بالكلمة الطيبة، فهمتني، الإحسان أنت جميع ما قدرتش، الكلمة الطيبة، الكلمة الفاضلة، الكلمة الخيرة، رو تدخل في الإحسان، أن تعين إنسان مسلم بكلمة طيبة. فلذلك من الصعوبة بمكان أن لا نحسن إلى الناس. فالإنسان اللي جاء طالبك وطلب منك الإحسان، قل له يا أخي الكريم، الله يجعل سبحانه وتعالى يحسن إلينا وإليك. هذه الكلمة الطيبة مهمة جدا في الحياة الدنيا. إذن يجب علينا أن نستمر كما كان العطاء والسخاء والصدقات وكل ما هي الأبواب الجميلة التي كانت مفتوحة في رمضان، أن تستمر يعني حسب مقدور كل إنسان، حسب الجهد ديالو، حسب يعني شنو اللي هو قادر عليه، يعني من صدقات، من الإحسان إلى الآخرين. إذن احنا حاولنا ندير واحد الجرد لكيف يمكن أن نبقى على ما كنا عليه في شهر رمضان، أن نحافظ على ما اكتسبناه من خيرات، سواء روحية سواء دنيوية كذلك في شهر رمضان. نختم بوصية توجهها لنا حفظكم الله، أن نحافظ على ديننا ونحافظ على ما أوصلنا به الله سبحانه وتعالى ورسوله في رمضان وخارج رمضان، وخاصة أننا يعني قبل أيام كنا في شهر عظيم، في شهر كريم، أن نحافظ على هذه المكتسبات. وهذا هو الغرض من هذه الحلقة، إن كيف نحافظ على هذه المكتسبات إلى غاية رمضان المقبل بحول الله. أترك لك الكلمة في وصية توصينا بها، جزاكم الله خيرا. الذي أنصح به نفسي أولا، وأرى أن يتقبله مني إخواني جميعا،
هو أن أهم مكسب حصلنا عليه في رمضان هو البعد الأخلاقي. البعد الأخلاقي أن أخلاقنا في رمضان تتحسن، أخلاقنا تكون أخلاقا أقرب إلى توجيهات الإسلام، فيقل كثير من أخطائنا تجاه بعضنا، تجاه أنفسنا، تجاه الناس. فالاستمرار في هذا المنهج الأخلاقي مهم جدا، لأنني أرى ما هو الإسلام؟ هذا الذي أطرحه على نفسي. في الإسلام جانب الاعتقاد، جانب العبادات، شيء جميل، ولكن هناك أيضا جانب مهم لأخلاق الإنسان. حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمامه شخص كان من رؤوس العرب، حاتم الطائي. قالت ابنته سفانة: إن أبي كان يطعم الفقير والمسكين ويقري الضيف، يعني ويحن على الأرملة واليتيم ويعين على نوائب الدهر. قال لها رسول الله: ابنته من أنت؟ قالت: حاتم الطائي. وطبيعي نفسه ما كان يسمع به، لأن العرب كانت تقول لأي إنسان كريم أكرم من حاتم، يعني أن حاتم ضرب بكرمه المثل في بلاد العرب. فقال رسول الله تعليقا: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. يعني أن هذه الأخلاق، هذا الكرم ينبغي أن يكون في المؤمنين أيضا أولا. عندما فهذا البعد الأخلاقي هو الذي ينبغي أن نحافظ عليه، كما قلت، ألا نخاصم لأتفه الأسباب، وألا نغضب لأتفه الأسباب، وألا نفتح أبواب الشر على أنفسنا. لأن الإنسان أحيانا يفتح أبواب الشر على نفسه وهو لا يشعر. حتى نقول كثير من الأمور، يعني لك تفكر قبل أن تتحدث، وتعلم قبل أن تتكلم، تعلم قبل أن تتكلم، وتفكر قبل أن تتحدث، قبل أن تنطق بما تقول، واسأل نفسك. فهذا البعد الأخلاقي يقول عنه صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. يعني سيكون معيار، موش العبادة تكون معيار، معيار القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاق يوم القيامة. أحسنكم أخلاقا، هذا معيار القرب. فرمضان فرصة لتربية أنفسنا وانطلاقة أخلاقية في حياتنا، فلا بد أن نحافظ عليها، أن نحافظ على هذه الأخلاق الإسلامية، أن يكون الإسلام الإنسان صادقا مع نفسه، صادقا مع الناس، يتعلم كثير من الأمور. أريد أن أضيف نقطة مهمة: كونوا ممن يتعظ بالغير، وما تتعظوش بنفوسكم. لا يمنعنكم الكبرياء أن تتعظوا بالغير. لما تشوف إنسان قبلك دار شيء وفشل فيه، ما تتكبرش تقول أنا ندير ذاك الشيء وما يوقع لي والو وننجح. لا، السعيد من اتعظ بغيره، لأن الشقي هو اللي علمه الزمان. اتعظ بنفسه، الزمان يعلمه. فاقرأوا في التجارب تاع الناس، واسمعوا كل إنسان جرب واصدق معاكم في المسألة، قالكم هذه تجربتي، ونتمنى ما تكرروهاش وما تديروش نفس الخطأ. ما تظنوش أنفسكم، ما يظنش الإنسان نفسه: لا، هذا لن يقع لي، وقع له هو، أنا ما يقع ليش. لا تدري في أي مسألة من مسائل الحياة، في أي مسألة من مسائل الحياة، حتى في الزواج تاع الإنسان، حتى في اختيار الزوجة، حتى في العلاقات، في أي مسألة يتعلم الإنسان ألا يقع في الأخطاء، يعني ألا يكرر الأخطاء، وألا يقع في أخطاء الغير وغيرها. يعني إذا كان تشوف الله عز وجل لما قال الناس، قال: لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين. هذه آية تطالب بالاتعاظ
والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعني هذه يجعلك إنسان صاحب بصيرة. ما الذي يجعلني أنا؟ هذه نتعلم، ونسأل الله أن يفتح بصيرتنا وبصائرنا في هذا الشهر الكريم. أسأل الله عز وجل قبل الختم، قبل الختم لا بد أن نشير كذلك إلى آخر نقطة في هذا الموضوع. تحدثنا عن عامة المسلمين الذين دخلوا لرمضان وخرجوا بمكتسبات، لكن هناك فئة قليلة، لابد أن نوجه لهم كذلك نصيحة لو تكرمتم شيخ الفاضل. هناك من منا، وطبعا سنتحدث عنها الآن في ولو في عجلة، من منا من دخل إلى رمضان وخرج منه كما دخل، ماذا يمكن أن نعطي لأنفسنا ولهم كذلك نصيحة؟ لأنه بعض المرات يعني نجد إنسان كما قلت طاغي متجبر متكبر يدخل إلى رمضان وهو كذلك، ويبقى في رمضان يسيء إلى الناس، لم يلجم لسانه، دخل كما خرج كما دخل. النوعية أحد الناس هذو نوعيتين. نبدأ بالشباب اللي ربما ما صامش رمضان أصلا، هذو أسأل الله أن يتوب عليهم وأن يهديهم وأن يشرح صدورهم وأن يتعلموا فائدة رمضان. أما اللي يصوموا ولم يتغيروا لا أثناء الشهر ولا بعد الشهر، هذا أسأل الله أن يتح بصيرته، ليس لي ليس ولا أخر. كان إنسان في الدنيا أسأل الله أن لا يعمل بصيرته، إن من مصائب الدنيا أن تعمل أبصار، لما يقول القرآن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، عمل بصيرة. لما الإنسان يصاب بعمل بصيرة، هذه النوعية اللي قال فيها ربي من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هنا لا يقصد بعمل بصر، إنما عمل بصيرة يا لطيف. فالإنسان لا يفكر، لا يراجع، لا يحاول أن تكون له أوقات. إنسان مشغول فقط بالدنيا، يهمه في رمضان شحال يجمع مال في نهاية الشهر، شحال درنا فايدة في رمضان، شحال بعنا شباكية، شحال بعنا هذه، شحال بعنا هذه، شحال بعنا هذه، فقط. لا، أنا لا أقول لك خلي تجارتك، بارك الله لك في رزقك وتجارتك، ولكن دير أوقات. أنت علاقتك مع رب العالمين، علاقتك مع رب العالمين، أن هاك جمعت المال ودرت تجارة وكذا، ألو قدر الله عليك أن تموت في هذه الصائفة فلن ترى رمضان آخر، يكون قد فاتك خير كثير. لو قدرت، هنا هو السؤال المطروح، لو نموت أو مش رزقي اللي ينفعني، رزقي يدوه الوراثة، أكيد يدوه أحد آخرين، الذي ينفعني هو عملي وعلاقتي مع رب العالمين، أما رزقي يدوه الوراثة. سبحان الله. نعم، قد يجمع الإنسان ما لا يملك، بل قد يجمع الإنسان مال كبير ولما يجمع ذاك المال يمرض هو، كل المال هذاك ما يأكل وله، كل الخير محطوط في الطاولة يقول لك كل، وهو مسكين يأكل حاجة، محروم من ماله دي الرجيم. نعم محروم من ماله. دي شفت أنا ناس من هذه النوعية محروم يعني كل ذاك الخير. فنقول سبحان الله، الله يشافيهم والله يعافيهم كل المرضى وكل الإخوة اللي عانوا. إحنا نسأل الله أن يعافي المرضى جميعا، يعني المعافاة نسأل الله لكل إنسان. وإذاك هذا يجعل الإنسان يفكر، يفكر يفكر يعني يفكر في الخير، الدنيا يفتح كله. البصيرة تاعه ويقول نعم أنا مطالب نخدم وندير الرزق لي والأولادي، لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس، ولكن هذا المال نقرب به الأولاد، هذا المال يعني ندفع أولادي يقرأوا. نعم ندفع أولادي يقرأوا. وأنا قلت له لا، يجب أن نبذل المجهود في التدريس تاع الأولاد. نعم نروح نخلص في أحسن مدرسة ولو ندفع الفلوس، لأن أن أترك ابنا عالما عارفا أحسن من أترك ابنا جاهلا، لأن الابن العارف في يوم الأيام يعرف القدر التاعي ومقدار ما أنفقت عليه للدراسة، في حين الولد الجاهل وما يعرفش مقدار ما. هذه دائما نقول العلم يجيب المال، المال ما يجيبش العلم،
فهذه نقطة أساسية. ما ناش نقولنا ولكن إنسان يفتح البصيرة تاعه ويفعل الخير ويتعلم اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم اهدنا فيمن هديت، تولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت. أسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يغفر ذنوبنا وأن يتقبل أعمالنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم ربي تقبل منا أعمالنا وصيامنا وقيامنا، أنت مولانا وأنت نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، أسأل الله أن يشفي المرضى مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. وأسأل الله الرحمة للذين كانوا معنا قبل رمضان وغدرونا ولم يدركوا رمضان أن يرحمهم برحمته الواسعة. وأسأل الله لكل الإخوة العاملين والصادقين والتجار المؤمنين وغيرهم، أسأل الله أن يفتح عليهم الفتح الكبير وأن يرزقهم من فضله وأن يتولى أمرهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله لكل المؤمنين والمؤمنات في هذا البلد أن يحفظهم من كل سوء وبلاء. اللهم احفظنا من كل سوء وبلاء، واجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا، واللهم اصلح بلاد المسلمين من الفساد وعقول المسلمين من العناد، وانشر سلمك وأمنك على هذه الأمة وعلى جميع الناس في الأرض، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخي الفضل، ونلتقي معك في الحلقة الأخيرة لهذا الموسم على أمل اللقاء معك في الموسم المقبل بحول الله. إذن الشكر موصول لكم كذلك مستمعي الأفاضل على حسن تتبعكم لهذه الحلقة التي يجب أن نستفيد منها كثيرا كثيرا كثيرا، وستعاد هذه الحلقة مساء هذا اليوم في منتصف الليل والنصف، كما ستجدونها عبر موقع شاطئ الراديو أو عبر اليوتيوب، فيمكن الاستفادة منها كذلك وتوزيعها لكل من فاته الاستماع حتى تعم الفائدة، وجعل الله هذه الحلقة في ميزان حسنات شيخنا الفضل الذي أفادنا كثيرا، حتى نحافظ على كل ما خرجنا به من شهر رمضان المعظم. ولاحظتم كذلك أننا عملنا خلاصة لمواضيع الأسبوع، تكلمنا عن كيف خرجنا من رمضان، تكلمنا عن الكرم، يعني كيف يجب أن إنسان أن يكون كريما في حياته. فاليوم حاولنا في هذه الحلقة أن نجعل منها الحلقة الختامية للأسبوع ولكل ما تحدثنا عنه في طيلة هذا الأسبوع. أشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، طبعا نلقاكم مساء هذا اليوم العشرة ليلا بمشيئة الله، وأترك طبعا الميكروفون إلى زملائي في قسم الأخبار بعد القليل في 11، ثم تلتقون وزميل منذر وحديث الجمعة. جمعة مباركة للجميع، إلى اللقاء.